مقياس. هن نساء في وضعية صعبة اجتماعيا أمام نجم الطبخ المغربي والعالمي الشيف موحى. لا يتعلق الأمر هنا بفصل من فصول التباري عن لقب للطبخ، بل هي الحاجة إلى تملك أسرار فن الطبخ من نجومه من أجل تملك مهنة تكون واقيا قويا ضد آفة الفقر. بغيت نتعلم انا، حيت انا بغيت نزيد نطور الكوزينه ديالي. انا ديجا كنت نخدم شويه هكا، ولكن ماشي بحال هنا في جمعيه الامل. بغيت نتعلم باش نعاون راسي ونعاون والديا، واستفدت شحال من حاجه بحال الخضره ما كناش تنعرفوا اشني هاد الحاجه كتمشي مع هاجي ومع هاجي. يحدث هذا بمقر جمعيه الامل بمراكش، وهو فضاء للتكوين في مهن الطبخ والمطعم، وفي نفس الوقت مطعم مفتوح للعموم. العشرة من النساء في وضعية صعبة تعلمنا هنا فنون الطبخ، وولجنا سوق الشغل من بوابة أفخم المطاعم والفنادق. التكوين مع الشيف محا هو باش نقربوا اكثر النساء ديالنا من لو سيكتور توريستيك، لو سيكتور دو لا ريستوراسيون. هو صراحه حنا عندنا ان شيف سور بلاس، ولكن كنقولوا لما لا نوصلوا للقمه كيف ما وصل هذا السيد. انا علاش جيت لهنا؟ لان عرفتهم محتاجين لبلوس دانفورماسيون، بغاو يعرفوا بزاف. يعني الحاجه الوحيده اللي نقدر نهدي لهم الكادو لهاد الناس هادو، لانه بغاو العرفان، وداك الشيء اللي عندي نعطيه لهم. مبادره اجتماعيه ابانت عن وقعها الايجابي في تمكين العديد من النساء من مورد عيش يقيهن من مرض الهشاشه الاجتماعيه، ويساعدهن على الاندماج السلس والفعال في نسيج المجتمع المنتج.